هلا the programming model of ZX6 through the core 2 is considered to be program visible. بقول لي البروجرامينج موديل من انتل 086 لغايه الكور 2 تعتبر ايش؟ بروجرام فيزبل، يعني بقدر اتعامل مع الريجسترز بالاسم واخزن فيها واشوف محتوياتها. بيكوز اس ريجسترز ار يوز ديورينج ابلكيشن بروجرامينج، لانه الريجسترز تاعونها بقدر استخدمهم بالبرمجه. بقدر اكتب كوماند استخدم فيه ريجستر معين، اقول له مثلا اد اي اكس بي اكس. الاي اكس والبي اكس عباره عن تو ريجسترز معروفين، انا هنا تعاملت معهم بالاسم، اخذت المحتوى تبع البي اكس وزدته على المحتوى تبع الاي اكس. هون لغات البرمجه اللي بتخليك او اسمبلي لانجويجز تعيت بروسيسور معين اللي بتخليك تتحكم دايركت بالريجسترز بسموها بروجرام فيزيبل. Other registers are considered to be program invisible. هلا الريجسترز اللي انت بتقدر تتعامل معها بالاسم هدول بروجرام فيزيبل، مرئيين من البرنامج. الريجسترز اللي ما بتتعامل معهم بالاسم بنسميهم بروجرام انفيزيبل. اكزامبل عليهم زي الجي دي تي ار ريجستر اللي هو اختصار جلوبال ديسكريبتر تيبل ريجستر، هناخده بالتفصيل هذا في نهايه الشابتر، والانتربت ديسكريبتر تيبل ريجستر. هذول الريجسترز ما بقدر استخدمهم جوا كوماند، مش كانهم مش موجودين. لما اجي ابرمج هذول الريجسترز كانهم مش موجودين، هذول البروجرام انفيزيبل. ليش؟ لاني ما بقدر استخدمهم جوا instructions because they are not addressable directly during application programming but may be used indirectly during system programming. انت بتستخدمهم لكن بشكل غير مباشر مش بالاسم، تمام؟ وبقول لي زي الريجسترز اللي مستخدمين عشان يخزنوا البيز and limit for the descriptor table، تمام؟ اللي هم الجلوبال سكريبتر تيبل ريجستر والانتربت سكريبتر تيبل ريجستر، هذول التو ريجسترز اوكي يستخدموا مع اللي هو السكريبتر تيبل. السكريبتر تيبل نحكي عنه ليتر اون، هو التيبل اللي بيخزن لي السيجمنتس تبع البرنامج. هلا البرنامج لما انت تجي تعمل له رن ما كله بروح في نفس المكان جوا الميموري، صح؟ انت عندك برنامج بدين عمل له لود على الميموري عشان يتنفذ. هل البرنامج كله بروح في نفس المكان؟ لا، بتقسم الميموري اللي حيتخزن فيها البرنامج لإشي اسمه اجزاء سيجمنت. الكود لحاله بروح بسيجمنت، إشي اسمه كود سيجمنت. والداتا اللي هو الفاريبلز تبع البرنامج بتروح بسيجمنت لحاله. عناوين السيجمنتس هاي وين بتكون موجوده؟ جوا هذا التيبل اللي اسمه ديسكريبتر تيبل، ليتر اون حنحكي عنه ان شاء الله بالتفصيل، تمام؟ الريجسترز اللي بيحتفظ بالعنوان تبع هذا التيبل ما بقدر اتعامل معاه من داخل الاسمبلي لانجويج او من داخل الاسمبلي بروجرام مباشره. عشان هيك هذا الريجستر بسميه بروجرام انفيزبل، بس هاي الكونسبت اللي بدي اعرفه. الريجستر اللي بقدر اتعامل معاه مباشره باسمه بسميه بروجرام فيزبل. طيب هلا بعرف لي شو هي الريجستر. بقول لي ريجسترز هي عباره عن تمبوراري ستورج، ذاكره مؤقته. ليش تمبوراري يا شباب؟ انا بتخلص من البروسيس خلص بطلع مشان اجيب غيرها. بالضبط، لما ينقطع التيار الكهربائي كل محتواها بروح، يعني فولاتايل متطايرة، ذاكرة مؤقتة ما بتقدر تخزن فيها بشكل دائم. طب ايش في ذاكرة دائمة موجودة داخل الكمبيوتر؟ الرام تمبرري، الرام تمبرري ستورج، الريجسترز تمبرري ستورج او بسموها فولاتايل.
طب ايش في ذاكره دائمه؟ الروم الروم. الروم ريد اونلي ميموري، ذاكره دائمه. ايش في كمان؟ الهارد ديسك او السكندري ستورج بسموها، السي دي اخره، الفلاش ميموري، كلها هاي ذاكرات دائمه. لكن الرام، الكاش ميموري والريجسترز، هذول كلهم ذاكرات مؤقته تمبورري ستورج. فالريجسترز من انواع التمبورري ستورج، الذاكرات المؤقته اللي محتواها ما بتخزن بشكل دائم، بس ينقطع تيار كهربائي او تطفي الكمبيوتر بتروح المحتوى تبعها. Located in the CPU. اذا موقعها وين هاي الريجسترز؟ داخل السي بي يو. That holds the data the processor is currently working on. فقط هاي الريجسترز بتحتفظ في بيانات الكوماند اللي بتنفذ حاليا. اذا الريجسترز دائما ايش بتحتفظ في بيانات الامر الكوماند اللي حاليا البروسيسور عم بنفذ فيه. لما البروسيسور يخلص تنفيذ هذا الكوماند وبلش بتنفيذ كوماند ثاني، تمام، بصير تحمل بيانات الكوماند الجديد وهكذا. طيب الميموري او الرام لوكيتد اكسترنال تو ذا سي بي يو. هلا احنا بنعرف ان الميموري او الرام مش موجوده داخل السي بي يو، موجوده كديفايس منفصل خارج السي بي يو. طب كيف بنوصل بينهم او كيف بصير عمليه الكوميونيكيشن بين البروسيسور وبين الرام؟ قال ايش يا شباب؟ كيف البيانات بتنتقل؟ الباسز. يعني عليك، من خلال الباسز اللي هم ادرس باس، كنترول باس، وايش؟ وديتا باس. ثلاث انواع من الباسز هي اللي بتنقل بيانات بين الميموري وبين السي بي يو. ميموري عاده لما نحكي هيك ميموري بنقصد فيها رام. اند هولد ذا بروجرام انستراكشنز اند ذا داتا ذا بروجرام ريكويرز. واللي الهدف من الرام انها تحمل البرامج. اي برنامج عشان يتنفذ داخل الكمبيوتر لازم ينعمل له تحميل على الرام، تمام. برنامج عاده بكون انت منزله عامل له انستوليشن مخزنه جوا الهارد ديسك، بس تيجي تنفذه بنعمل له لود وبتحمل الاوامر تاعته وين؟ على الرام. رام ايش مشكلتها؟ انها much slower than register. كثير الرام ابطا من مين؟ من الريجستر. There is a lot more RAM than registers. فبدي يحكي لي ان الرام ابطا من الريجسترز بس السايز تبعها اكبر بكثير من السايز تاع الريجسترز. And generally memory can be addressed on a byte boundaries. والميموري العناوين تعيتها لبايت. والريجسترز اما بالنسبه للريجسترز، من خلال الريجسترز بقدر اعنون بايت او 2 بايت او 4 بايت او 8 بايت. الشيء اللي حندرسه طبعا، بقدر اعنون 128 بالاجهزه. بقول لي الميموري فقط العنوان ل 1 بايت. الريجسترز العنوان ممكن انا اعنون، يعني اقدر مباشره اتعامل مع بايت لحاله او 2 بايت او 4 بايت او 8 بايت. 16 8 16 8 يعني 1 بايت 8 بت، 1 بايت 16 بت، 2 بايت 32 بت، 4 بايت و64 بت اللي هي 8 بايت 8 بايتس. واضح شباب؟ بفرجيني ايش الفرق بين الميموري وبين الريجسترز. وبقول لي عشان هيك عملوا اشي اسمه كاش، كاش ميموري. الكاش ميموري الموقع تبعها جاي بين الرام وبين
الريجسترز. تمام؟ عادة بكون أكثر من ليفل. ليفل 1 بكون ملتصق بالسي بي يو، وليفل 2 اوف كاش بكون ملتصق وين؟ بالرام. تمام؟ عادة ليفل 2 السايز تاعه أكبر من ليفل 1. ليفل 2 السايز تاعه أكبر من ليفل 1. فعادة لما يجي السي بي يو ياخذ داتا معينه من الرام ايش بيسوي؟ بروح اول شيء على ليفل 1 اوف كاش. اذا ما لقاها بروح على وين؟ على ليفل 2 اوف كاش. ما لقاها وين بروح؟ على الرام. لما يجي على الرام ما باخذ 1 انستراكشن من الرام، باخذ بلوك، باخذ البرنامج كامل اللي هو بحاجه له البلوك. تمام؟ وبنسخه على وين؟ على ليفل 2 وعلى ليفل 1. المره الجايه لما يحتاج النكست انستراكشن حياخده من ليفل 1. تمام؟ هلا ليفل 2 بوسع برامج اكثر، ليفل 1 حيوسع فقط برنامج برنامجين، البرامج اللي بيستخدمها حاليا السي بي يو. تمام؟ طيب عادة الرام مصنوعة من إشي اسمه دي رام، دايناميك رام، دي رام بسموها، والكاش بسموها أسرة، ستاتيك رام، ستاتيك هذا الإشي بتاخدوه بالتفصيل بالأركيتكتشر، ستاتيك رام هون هي بسموها دايناميك. هلأ الماتيريال المصنوع منها ستاتيك رام أسرع بكتير من الماتيريال المستخدمة بالديناميك رام. تمام؟ يعني الاكسس تايم تبع او السايكل تبع الستاتيك رام يعني وصل لحد 10 نانو سكند، 10 نانو سكند. تخيل انت يعني 10 ضرب 10 قوى ناقص 9 من الثانية عشان عملية قراءة بالكاش. الرام لا ابطأ. هلا الرام ممكن تكون فيزيكال او ممكن تكون فيرتشوال. ايش الفرق بين الفيزيكال رام والفيرتشوال رام؟ حكينا مرة ماضية دكتور انه الفيزيكال هي الرام الفعلية يعني ناحية سايز وتقسيم 100%. والفيرتشوال؟ فيرتشوال هو كيف الكمبيوتر او احنا البروجرام اللي بنشوفه بنتعامل معه. Exactly. كيف احنا بنشوفه بنتعامل معها، وممكن يكون جزء من الفيرتشوال رام او الفيرتشوال ميموري ماخوذ من هارد ديسك. يعني مرات اذا كان البرنامج كتير كبير بضم جزء من الهارد ديسك على الادرس سبيس تبع الرام، عشان انت كمبرمج او انت كبرنامج بده ينعمل له ران او ينعمل له لود على الميموري. تمام؟ يفكر حجم الرام كتير كبير عشان نقدر نعمل له لود تحميل. اوكي؟ طبعا هلا الذاكره الابطا اللي هي الذاكره المساعده اللي هو ريموفابل درايفز، الانترنت ستورج بكلاود الى اخره، الهارد درايف اللي هو كل الذاكره المساعده اللي انا بخزن عليها بشكل دائم. هلا الروم عاده بتصنف مع الرام بالنسبه للسرعه، يعني اثنين تقريبا نفس الشيء. اوكي طيب خلينا هلا نفهم ليفل 1 وليفل 2 زي ما انا شرحته قبل شوي. كاش ار ديزايند فور ميكينج ذا داتا يوزد موست اوفن باي ذا سي بي يو. اللي الكاش ليش مصممه؟ عشان تحط فيها البيانات اللي حاليا السي بي يو بحاجه لها. This is accomplished by building a small amount of memory known as primary or level 1 cache. لاحظ البرايمري كاش او الليفل 1 كاش السايز تبعها صغير، فقط فيها البيانات اللي حاليا البروسيسور بده يعالجها رايت انتو ذا سي بي يو، بتكون ملتصقه مباشره مع السي بي يو. ليفل 1 كاش از فيري سمول، نورمالي رينجينج بتوين 2 كيلو ل 64 كيلو بايت. طب ليش السايز صغير؟ ليش ما اكبر السايز تبعها؟
بتبطل اللي لها فايدة بتصير بطيئة. أحسنت، كل ما كبرنا السايز تاع الميموري صارت أبطأ، فعشان هيك إحنا ما بنكبرها، بنخليها السايز تبعها كتير صغير. The secondary or level 2 cache typically reside on a memory card. عادة الـ level 2 بتكون ملاصقة للميموري. The level 2 cache has a direct connection to the CPU, a dedicated integrated circuit on the motherboard, the L2 controller. هلا عادة اللي بتحكم بالكاش في لها كنترول خاص فيها. تمام؟ Regulate the use of the level 2 cache by the CPU. هلا الكاش لما تاخذوها بالاركيتكتشر حتشوفوا لها كثير algorithms مستخدمة في عملية اللي هو المابينج بين الميموري وبين الكاش. يعني البيانات الموجودة بالميموري لما بدي أجي أنقلها وأحطها بالكاش، وين الموقع تبعها حيكون؟ عشان أذكركم بنقطة مهمة، الأدرس الموجود جوا السي بي يو لبيانات معينة هو أدرس لميموري ولا أدرس كاش؟ ميموري. أدرس ميموري. طب كيف بلاقي المعلومة جوا الكاش؟ يعني هلا السي بي يو بده داتا معينة، الداتا هاي بكون لها عنوان، هو ما بروح على الميموري مباشرة، بروح على الكاش. طب وين بده يروح على الكاش عشان يشوف هاي البيانات موجودة ولا لا؟ هذا بسموه مابينج، هذا بسموه مابينج، المسؤول عنه الكنترولر هذا. تمام؟ هلا المابينج حتاخذوا له طرق مختلفة، حتاخذوا بالاركيتكتشر. كيف بيانات موجودة في معين جوا الميموري حينعملها مابينج، حيتخزن بأي موقع جوا الكاش بيز على هذا المابينج تايب. فهو بيعمل عملية حسابية سريعة مباشرة، بيقدر يعرف اللوكيشن تبعها جوا الكاش بيز على المابينج الجوريثم المستخدم. لكن بدنا نفهم انه العنوان الموجود جوا السي بي يو، تمام، عشان اقدر انا اوصل ميموري معين هو عنوان رام، لكن هو بيقدر يوصل للعنوان المقابل له جوا الكاش زي ما حكيت عن طريق المابينج. The size of level 2 cache ranges، طبعا الليفل 2 اكبر السايز تبعها بين 256 كيلو ل 2 ميجا بايت. Each register has size that determines the maximum amount of data that can be processed at a time. زي ما بنعرف كل register له حجم بيحدد لي أكبر كمية من البيانات اللي بقدر أنا أتعامل معها. تمام؟ طيب the programming model contains، أنت كمبرمج تقدر تتعامل مع register size تبعه 8، register size تبعه 16، 32 او 64. فبقول لي ال 64 هاد مش موجود بالاجهزه القديمه، موجود من بنتيوم 4، يعني انتل بنتيوم 4 بروسيسور لغايه وين؟ الكور 2 also contain 64 bit registers when operated in 64 bit mode. تمام؟ يعني اذا كان الانستراكشن الكوماند بيتعامل مع 64 دكتور راس صوتك. يس. يعني تخيل انا عندي ريجستر مثلا معروف اسمه RAX. Accumulated Register. عشان افهمك الفكرة. ال RAX السايز تاعه 64 بت. ال RAX عبارة عن 64 بت. هلا نصه الاول هون هاد عباره عن 32 بت، هاي ال ار اكس عباره عن كله مع بعض
64 بت. تمام؟ هلا الجزء هذا كامل نصه يسموه EAX عبارة عن 32 بت. نص ال 32 ال 16 تمام؟ يسموهم AX. نص ال AX يسموهم A High و A Low. يعني تخيلوا انتوا تقسيم عندي RAX 64 بت نص اللي هو ال EAX 32 بت هذول كاملات نصهم اللي هو عبارة عن AX عبارة عن 16 بت نصهم A High و A Low كل واحدة فيهم 8 بت. فانت بيز على الانستركشن تبعك يعني لو انا قلت له اد مثلا AX DX انا فعليا هذا الانستركشن قديش بتعامل مع الريجستر قديش الداتا اللي بتعامل معها السايز تبعها بتعامل مع 16 بت مع 2 بايت. فلو انا عندي تايب شورت مثلا بدي اخزنه جوا الريجستر ممكن اخزنه جوا الاي اكس اللي هو 16 بت. لو انا قلت له اذا هذا اي اكس بي اكس بيتعامل لي مع 16 بت. لو قلت له اد اي لو مثلا مع بي هاي او مع بي لو هون مع كم بت انا بتعامل؟ مع كمان 16 دكتور مع 8 بت. وانا اتفقنا الـ A High والـ A Low الـ AX register مقسم لـ A High و A Low الـ A High 8 بت والـ A Low 8 بت. انا انتبهت على الأرقام الـ AX الـ AX كامل 16 بت. هلا الـ EAX X عبارة عن 32 بت. الريجستر كامل بنسميه RAX عبارة عن 64 بت. فأنا هون لو قلت له مثلا add EAX EBX BX ريجستر تاني يعني أنا هون بتعامل مع قديش؟ مع 32 بت. يعني حجمع قيمة 32 بت من هون ومن هون وأخزن الريزلت عادة بالـ EAX بالتاني. يعني لو بدي اتعامل مع 64 بت هستخدم مين يا جماعة؟ RAX مع RBX هياخد الـ value 64 بت من RBX ويجمعها على الـ value الموجودة بالـ 64 بت RAX. فبيز على ايش هو؟ لم تشرح اللي عم بشرحه لسه هلا عم بشرحه اول مره بس احنا الان لسه ما اخذنا اد. انا هون فرجيك كوماند بسيط بيعمل عمليه جمع بين محتوى تو ريجسترز باخذ محتوى الريجستر الاول وبيجمعه مع محتوى الريجستر الثاني. فهون السايز تاع البيانات اللي حيشتغل عليها بتعتمد على اسم الريجستر اللي انا حاطه. وبقول لك لو انا بتعاملت مع A Low او بي لو او اي هاي او بي هاي تمام انا عم بتعامل بس مع 8 بت من الريجسترز. لو تعاملت مع اي اكس بي اكس انا هم بتعامل مع 16 بت من الريجستر. لو بتعامل مع اي اي اكس اكستندد بسموها اي بي اكس انا بتعامل مع قديش؟ 32 بت. ار اي اكس ار بي اكس بتعامل مع 64 بت. هذا الشيء اللي قصده هون انا بشرح لك اياه. قاعد بقول لي ذا بروجرامينج موديل كونتين بتقدر تتعامل مع 8 مع 16 مع 32 ريجسترز و
والأجهزة الحديثة بتتعامل مع 64 ريجسترز. واضح؟ هون هذا الإشي أيو شارح لي إياه، فرجيني الريجسترز جوا البروسيسور، واللي في عندي ريجستر اسمه RAX، هذا الريجستر السايز تاعه 64 بت كامل، بس أنت بإمكانك ما تتعامل معه كامل، بدك تأخذ نصه مثلاً 32 منه، ما بتسميه RAX، بتسميه EAX، تتعامل مع 32 بت اللي هم أول 32 بت منه. بإمكانك تتعامل مع سايز أصغر كمان، مع AX هو 16 بت، هاي المساحة كاملة AX. بإمكانك تتعامل مع سايز أصغر كمان، مع A High أو A Low، 8 بت أول 8 بت أو ثاني 8 بت إذا استخدمت AH أو A Low. واضح؟ هذول كلهم ريجستر واحد، بس أنا بإمكاني أتعامل مع جزء من الريجستر. هم بفرجيني بروجرامينج موديل تبع البروسيسور بيمكنني اني اتعامل مع اجزاء من البروسيسور باحجام مختلفه، شرحها بالتفصيل ان شاء الله المحاضره القادمه، بس هلا احنا عم ناخذ فكره عن الريجسترز. ليش ناخذ فكره عن الريجسترز؟ لانه كل هاي الريجسترز لازم نكون فاهمينها، لانه حنتعامل معها لما نيجي نبرمج باستخدام الاسمبلي.